قال: هل زوجات المؤمنين في الدنيا يكون زوجات لهم في الآخرة؟ نعم، من مات عنها أو ماتت عنه فنعم، ولم تتزوج بعده إذا مات عنها ولم تتزوج بعده فإنها زوجته في الآخرة، وإن تزوجت بعده فإنها تخير على قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال للآخر منهما، تكون زوجة الآخر منهما في الآخرة إذا تزوجت اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فللآخر منهما عند جماعة، ومنهم من قال تختار من شاءت، ولا سيما الذي لم يطلق، ما في طلاق وإنما وفاة، هذا توفى هذا توفى هذا توفى، أما إذا طلقت فهي الذي بعده إذا لم يطلقها، لكن يتوفى عنه أكثر عنها أكثر من زوج، فهي للآخر عند جماعة، وعند بعضهم تختار من شاءت من هؤلاء الذين ماتوا عنها.